وجوده على هذه اللعبة. حكم المباراة عبد الله الهلالي يطلق صافرته معلنا شوط المباراة الإضافي الثاني والمباراة ككل. إذا سنلجأ إلى ركلات الترجيح. إذا يتقدم محسن يحطه في الجول، أول ركلة ترجيحية إذا لمصلحة صور. يحطها أوليفيرا ولا لا؟ يحطها أوليفيرا في الجول، الجول أوليفيرا، حط الحارس في زاوية والكرة في زاوية. الحارس الثاني في المنتخب له كلام، إبراهيم صابر، يسارية، يا سلام، لعبها بشكل جميل، يسارية على يمين الحارس محمد هويدي. قران هذه المرة اللاعب اليساري، هل يسجل؟ قران صدها سعيد خميس، يا سلام، والله الإثارة حاضرة حتى في ركلات الترجيح. الدوخي الآن، هل يحطها الدوخي ويريح فريقه ويبتعد يعني بفارق؟ الآن المسؤولية والضغط طبعا ولا شك كبيرين على الحارس محمد هويدي. الدوخي، حطها الدوخي، حطها الدوخي، حطها، نعم الدوخي. إذا يسجل الركلة الترجيحية الثالثة، يلعبها أنوار، حطها بشكل جميل، بشكل قوي أيضا اللاعب أنوار. إذا 3-2 الآن، الركلة الرابعة. إذا الآن صاحب الهدف خالد مبارك يحطها ولا لا؟ خالد في الجول، حطها خالد مبارك. مبارك مشعل يحطها ولا لا؟ فيما لو ضيعها مبارك مشعل، حطها قوية مبارك مشعل، ويحتفل بالهدف على طريقته الخاصة. هل يحسمها ولا لا؟ يحسمها سعيد خميس ولا لا؟ هي الركلة الحاسمة، ويطلب المؤازرة والتشجيع. صور فارس الشرقية، إذن صور هو بطل مسابقة كأس مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه، لموسم 2007 أزرق العفية. فارس الشرقية القادم من صور العفية، نادي صور إذن يتوج بلقب الكأس الغالية، ويحتفل مع جماهيره. إذن حسمها سعيد خميس، الحارس اللي فعلا صد تسديدة قران، وفي المقابل أيضا حسمها من خلال الركلة الخامسة. والله سعيد خميس إذن يتذوق الكأس للمرة الثانية بعدما فاز مع ناديه السابق نادي العروبة على نادي النصر، كان هذا الكلام في نهاية 2001.